السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير حبايبي الطيبين. كيف حالكم؟ يا ربي يبعد عنينا وعنكم الاذى يا رب، وكل المشاكل. ان شاء الله يا ربي تكونوا سعيدين في منازلكم ومع عيالكم يا رب، ويا ربي يفرحكم عاجل غير اجل ان شاء الله، ويفرح كل العرب يا رب وكل الناس بإذن واحد الأحد. النهاردة يا حبيبتي يا حبيبي جبنا لكم ماسك جميل جدا للأماكن الدكنة ولتوحيد البشرة. الماسك دوت يعني الحاجات اللي فيه موجودة في كل منزل حبيبي الطيبين. خليكم معايا نشوف الماسك دوت اللي هو سهل وفيه حاجات يعني المنتوجات موجودة في كل بيت حبيبي الطيبين. ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة يوصلكم كل جديد حبيبي الطيبين. خليكم معنا. مساء الخير، يا مساء النور بالناس الحلوين، اهلا وسهلا. زي ما قلنا لكم حبيبي الطيبين، هذا هو ماسك للوجه لشد الوجه وتوحيد اللون، وكمان بينقص الكنف، في الكنف اللي يكون في الوجه يعني مش 100% بس يعني تقريبا 90%. بيقضي على الكنف، الكلف الولادة كمان في الجسم والمناطق الدكنة. عندي حبيبي طيبين هنا عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، هنا ميزينة النشا، ميزينة عندنا هنا القهوة، عندنا هنا أبيض البيض، أبيض البيض فقط. لو عندكم يا حبيبي كمان مية ورد ضيفوها، مية ورد كمان جميلة بس أنا ما عندي، فقلت الجود من الموجود. طبعا نحنا بنمسك الخليط دوت بنضربه مع بعض كده، بنخلطه كده. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين حبيبي الطيبين الخليط هذا جميل جدا ومجرب ومجربينه. طبعا لو عندكم مية ورد يا سلام، زي ما انتم شايفين فظيع فظيع والله فظيع. انا جربته بيوحد اللون ويشد البشرة. كده هو نزجيه على طول كده هو. اللهم صل على سيدنا محمد لين ما ايه خلط كويس زي ما قلت، او في حد بيحط ليمون، بس انا لو عندك اختي الفاضلة الكنف ما تحطيش ليمون مش كويس، او خل. لو عندك كنف قوي ما تحطيش، لو عندك بس عايزة توحدي اللون حطي الليمون، خصوصا لو عندك كنف الولادة هذا. بس يبغاك باستمرار ادمجيه مع على طول، ادمجيه كويس حبايبي الطيبين اختي الطيبة. معليش اسفين على الصداع. كده هو مع النشا طبعا، جميل جميل جمال، مالوش من سهل. ان بعد ما نخلطه كده كويس مع بعض، يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي الطيبة هتخليه شوية، طبعا تخليه ممكن 3 دقايق كده، وبعدين حطيه على وجهك وعلى الأماكن الداكنة عندك أختي الطيبة. طبعا بيوحد اللون بس طبعا باستمرار. لو عندك مية ورد ما أقولكيش، مية ورد جميل جدا، جميل جميل مية ورد. وخليكي معانا ان شاء الله لما نجي نحطه في دينا تشوفي كيف بنعمل في دينا، هنعمل تجربة في دينا بإذن الله، هتشوفوا معنا الشكل النهائي حبيبي الطيبين. خليكم معانا حبيبي الطيبين. هو ده الخليط زي ما انتم شايفين، انا عملته خليته حبتين شوية، وحين هنقربوا على يدينا زي ما انتم شايفين يا حبيبي. بص اقول لكم، مش بسم الله ما شاء الله، يعني الرقبة اي حاجة اي مكان عندك ذاكن حبيبتي بس دوميه.
طبعا زي ما قلت لك القهوة معروف عليها والنشا، ومية ورد عشان انا ما عنديش، بس مية ورد ما عملتهاش كده اهو. وتخلي وجهك طبعا ابيض البيض زي ما انت شفت حبيبة قلبي، ما اقول لكش البشرة على طول في اول ماسك يرجع اللمعة في وجهك، يا سلام يا سلام. غير كده نظافة وشد البشرة، يا مسك ما بعدك مسك. جميل جدا يا حبيبتي، ما تنسيش تجربي حبيبة قلبي. تخلي كده لين ما ايدك تنشف كويس، اعملي يعني طبعا في ايدك الاتنين لين ما ايدك تنشف، وبعدين حبيبة قلبي غسلي وهتشوف الفرق. هنرجع مرة تانية بإذن الله. حبيبي يا طيبين، بعد ما غسلنا ايدينا الايد بتبقى جميلة جدا بالشكل ده، يعني سبحان الله. حتى لو عملت الماسك ده في ديك 4 دقايق بيبان الفرق بين الاول وبين في الاول، ما كنت يعني اللون اللي كانت ايدك فيها في الاول، ومرة تانية شفت الايد بتبقى بيضة جدا وتبقى عاطية منظر حلو، يعني زيدك زي وشك. خدي بالك من الاتنين، طبعا كل حاجة فيك لازم تكون كويسة، والامانة تقي الدكنة ديت جميلة جدا. ما تنسيش حبيبة قلبي تتابع الماسك ده، خليتك في امان الله ان شاء الله. اعمل اللايك واشتراك، يوصلك كل جديد حبيبة قلبي. اوكي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا حبيبي طيبين، ما تنسوش تبارتاجيو مع حبايبكم ومع ناسكم، يوصلكم كل جديد. وشكرا حبيبي يا طيبين، عودنا لكم مرة تانية حبيبي الطيبين. زي ما انتم شايفين عملنا ماسك ما شاء الله تبارك الله، ويعني النتيجة بانت مرة، وان شاء الله يا رب يعجبكم وتجربوا. كل الاخوات اللي عندهم اماكن دكنة وعندهم مثلا في مثلا في الوجه بيكون بقع بيضاء او سمراء، الماسك دوت بيوحد اللون في الجسم او الاماكن اللي هي دكنة. وزي ما قلت حبايبي الطيبين، لا تنسوا تعملوا فيها مية ورد ويشد البشرة فظيع فظيع. اختي الكريمة ان شاء الله يا رب يعجبك الفيديو دوت، وما تنسيش تعمل اللايك واشتراك، يلحقك كل جديد حبيبة قلبي. وبارطاجيو يعني ارسل الفيديو ده لكل حبايبك اللي انت تحبيهم، حاجة طبيعية 100% حبيبتي. وكمان جبت لك حاجة لرسمة الحواجب، جبت لك اللهم صل على سيدنا محمد، هو القرنفل او المسمار كل واحد كيف يسميه. القرنفل دوت حبيبة قلبي يعني جيبي الولاعة وبس، ولعي الولاعة وخليه بس حبتين كده كأنك تولع فيه، كأنه يتحرق حبتين صغيرين، وخليه يبرد وحطيه رسمة في حواجبك، فبيقوي كمان هذا بيقوي الحواجب وحاجة صحية. إن شاء الله نبعد عن الحاجات اللي هي مش كويسة والتاتو والتقشير. فبإمكانك حبيبة قلبي تعملي كل حاجة من بيتك، من قشرة الموز، من اللهم صل على سيدنا محمد، من الخيار، من الطماطم، هذه كلها ماسكات طبيعية ما فيش محسن منها. اعمليها حبيبة قلبي، منها توفري على نفسك، منها حاجة طبيعية، حتى الكحل طبيعي، يعني ما فيش من الأحسن. يعني بلاش الحاجات اللي هي فيها كيماويات وتخسر فلوسك على التاتا وعلى الحاجات هذه. من اول يعني من اول خليك مع الماسكات الطبيعية، عشان ايه؟ حتى التجاعيد ما بيكونوش يعني بسم الله ما شاء الله شد الوجه 100%. لبعض الاخوات بتكون بشرتهم تعبانة، يا حبيبي قلبي ما تنسيش تعملي اللايك وتعملي اشتراك، يوصلكم كل جديد حبيبي الطيبين. انتم في امان الله، مع السلامة.